تعودنا على هذه النكبات وعلى الأزمات في كؤوس أمم إفريقيا خالت، وهذا هو المثال ديال الكأس إفريقيا الثاني. هذا في المقابل لا شيء، نتيجة محطمة جدا، لا أداء ولا أهداف ولا لا شيء. ف سنودع جيلا ذهبيا أكيد في ديال المنتخب الوطني المغربي. كلمات باش أنا نوصفه هذا الإحساس ما كيناش، والله ما كاين الكلمات أخويا باش نوصف لك. الله يدير الخير ان شاء الله في مقابلات اخرى، واخا تعودنا على هاد النكبات. معليش، حنا جينا وكنا فرحانين وبغينا نفوز المنتخب المغربي، سامح ما 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 كانش عندنا الحظ، الحمد لله ما عندنا ما ندير، الحمد لله والشكر لله، هذا هو مكتوب الله، الحمد لله. نتمنى ان شاء الله ان شاء الله في كاس افريقيا الجاي ان شاء الله يكون عندنا الحظ ان شاء الله. الماتش في الاول المغرب ضيعوا فرص بينا، عدلي ضيع فرصه، زلزولي بلا ما ندويو. الماتش في الميطه الاولى كان مزيان لصالح المغرب، الميطه الثانيه التغييرات اللي دار التغييرات اللي دار المدرب كانوا مزيانين. هذا الماتش عاوتاني بوزدلجيه شبان بانت بلاصو، المثلثات اللي تيخلق هو اوناحي وحكيمي صراحه تيشكل واحد الخطر على الفراقي. مي بون، تنتمناو خير لاكاف الجايه ديال 2025 اللي غتنظم في المغرب، وان شاء الله يكون خير. اخي هادشي اللي كاين، خيبت امل كبيره بزاف، ما نقولوش بلي كاين، راه تعودنا كاس افريقيا بحال هكا كل عام نفس السيناريو نفس الحاجه، كنبقاو نقولوا حكا كل عام غنتحسنوا وكنديبوا فرقه واعره، ولكن كاس افريقيا ماشي ديالنا. هو غيمارك لا ما ماركاش حتى، راه ما هو الدري كيبكي كاع الله يحسوم هادشي. والله تا كيلعب سعود احسن من نصيري، اقسم بالله.